جمبري مطبوخ على البخار مع حشوة الجمبري. عندنا للحشوة أول حاجة هيكون 200 جرام جمبري و 200 جرام سامن، واحد حزمة شبت، 6 أوراق كزبرة فريش، و 2 مكعب مرقة جمبري. بالنسبة للجمبري نفسه عندنا هنا جمبري جامبو مقشر، بس يكون بالديل بتاعه. بعد كده هنعمل عجين معمولة من السبانخ. عندنا 1 كوب دقيق، 2 معلقة صغيرة نشا، 1/2 كوب سبانخ مسلوقة ومتنشفة، وبعد كده 1/2 معلقة صغيرة زبدة ما تكونش ساقعة. وعندنا للتقديم صويا صوص. هنبتدي بالعجين. هحط السبانخ المسلوقة بس ننشفها بعد ما تتسلق علشان ما يبقاش فيها مية كتير، وهنحط معاها الدقيق، الزبدة والنشا. وهنضربهم مع بعض. لما العجين يبتدي يتجمع ويتكور بالشكل ده يبقى العجينة بتاعتنا جاهزة زي ما احنا شايفين. وطبعا لازم نلفها بكلينج فيلم ونسيبها ترتاح علشان نعرف نستعملها بعد كده. دلوقتي نبتدي نعمل الحشو. هحط الجمبري والسامن في الفود بروسيسور، هنضربهم مع بعض. هنحط معاهم الشبت، الكزبرة، ومرق الجمبري، ونضربهم مع بعض. كده الحشو جاهز. هناخد الحشو وهنحطه في بايبنج باج. ودلوقتي نبتدي كمان نفرد العجين اللي هنعمل بيه قاعدة للجمبري المحشي بالجمبري اللي بنحضره مع بعض. ناخد 1/2 دي ونبتدي نفردها. نبتدي الأول بأوسع حاجة رقم 1، وأحط العجينة دي أخليها على جنب. هناخد الجمبري الجامبو وهنعمل الجزء اللي تحت بس، هو الباترفلاي، مش هنعمله كله لحد الآخر، مجرد النص التحت لأن هو ده اللي هيقف عليه. احنا عايزين دلوقتي هنجيب البايبين باج وهنملاها بالحشو. ونبتدي نحط الحشو على كل واحدة من الجمبري. هنحط على الجزء اللي من فوق ده ونجيب الديل عليها كده
بالشكل ده، وبكده يبقى فاضل لنا بس نحط عليه او نحطه هو على العجين اللي بالسبانخ اللي حضرناه. هناخد كل واحده من الجمبري نحطها فوق العجين، وهنقفل بس العجين عليه بالشكل ده. وطبعا هنكون محضرين الحلة بتاعت البخار، ودلوقتي نبتدي نحط الجمبري في حلة البخار. عايزين بس نحط ورق زبدة تحت، أنا عاملة ورقة مدورة على شكل الحلة وفيها فتحة من النص علشان البخار يطلع، ما نبقاش سدين على البخار بالورقة. وهبتدي أرص الجمبري اللي حضرناه في حلة البخار. ونغطيه وهنسيبه لحد ما يستوي على النار حوالي ربع ساعة. الجمبري أخد اللون البرتقاني الحلو، أتأكد بس إن الحشو كمان استوى. أوكي كده هو خلاص استوى، أطلعه وأبتدي أخده احطه في طبق التقديم.